بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ولا سائل كريم. مثلا يقول امرأة عليها قضاء من رمضان سابق وأيام كثيرة لم تقضيها بعد ولا تستطيع لقرب دخول رمضان إن شاء الله، وأيضا لها أن تتعب بسبب الصوم وتدوخ ودوامها طويل من الساعة 8 صباحا حتى 5 عصرا، وقد قضت بعض الأيام خلال إجازتها الأسبوعية، وهذا العام أخذت إجازة في رمضان حتى تستطيع الصيام، فما الواجب عليها فعله؟ نقول جزاها الله خيرا وأحسنت صنعا وبرا بأنها قد أخذت إجازة رمضانية لتعينها على الصيام وعلى العبادة في هذا الشهر المبارك الذي هو أيام معدودات سرعان ما تبدأ ثم تنقضي، والموفق فيه والسعيد من وفق فيه العبادة، نسأل الله جعلنا لكم جميعا من الموفقين. ولعلها عفى الله عنها قد أخطأت لما أخرت القضاء، ودائما كنت أقول في إجابات كثيرة أننا نتعجل بالقضاء فلربما تضيق الأوقات ولربما يعرض المشاغل إلى غير ذلك، لكن على كل حال قدر الله ما شاء وما شاء فعل. أما إذا كان إفطارها من أجل الدوام ففعلها ليس صحيحا، لأن إنما جعل الفطر من أجل ظروف معينة كالمرض والسفر والكبير الزمن، قول ربنا تبارك وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وليس الدوام وليس العمل هو من الأسباب المبيحة للفطر كما اتفق على ذلك أهل العلم. وعلى كل حال فقد حدث ما حدث، فعليها أن تستغفر الله عز وجل وأن تبادر إلى القضاء على ما بقي من أيام شعبان، فإن جاء عليها رمضان آخر ولم تقضي من رمضانات الفائتات فيكون عليها القضاء والكفارة خروجا من خلاف العلماء، خروجا من خلاف العلماء، منهم من يقول قضاء بالكفارة ومنهم من يقول قضاء وكفارة، فعليها القضاء والكفارة خروجا من خلاف العلماء كما اختارته اللجنة الدائمة، اختاره الشيخ بن باز وجلة من العلماء رحمة الله على الجميع، فتقضي يوما وتكفر عنه بإطعام مسكين مقدار نصف صاع من الأرز أو من قوت البلد أو وجبة أو مقدار وجبة مشبعة عن كل يوم. وأسأل الله لي ولكم السداد والتوفيق والرشاد، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.